صباح الخير أو مساء الخير وقت ما تشاهدون هذا الفيديو. سأقول لكم قصة جميلة عن الأشجار والنباتات الجميلة في الطبيعة. قصة استوقفتني عن النباتات. إذا رأينا هذه النباتات الصغيرة ليست لديها حياة أو بلا حياة ووجدت طريقة أخرى لتجد حياة أفضل أو تتفرع بشكل أفضل وتكون جميلة، فكيف لنا أن نتوقف عن الحياة إذا كانت هناك مرحلة في حياتنا مظلمة؟ فتذكر أنها هي الآن ليست مستمرة. ولا ننسى في سورة الشرح يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهذا فيها توكيد أو تأكيد لهذا الأمر أن إن مع العسر يسرا معك. إذا هناك القطار، قطار الحياة، هناك المحطة ليست لك في هذه المحطة، إذن ستنزلين في المحطة القادمة وهي ممكن تكون سعادتك أنت. لا تتوقفي عن تعيشي الحياة بسعادة وراحة وسكينة، لأننا خلقنا لنرى الحياة من الطبيعة ونأخذ منها عبرة. سبحان الله أن نتوقف عند هذه الأشياء ونأخذ منها عبرة في حياتي. الدكتور مصطفى محمود كان يتكلم عن قصة جميلة عن شاب في مقتبل عمره في العشرينات تقريبا، فحدثت له حادثة، كانت الحادثة كبيرة جدا وجاءت الضربة في جانب الأيمن وبالأخص الكلى اليمنى، فقال له الطبيب أن لابد أن نستأصل الكلى لأن هناك نزيف كثير في هذه الكلى، وإذا لم نستأصلها سيتجه النزيف إلى الكلى اليسرى وتفسد هي الأخرى. فقال له وافق الشاب ووافق على العملية واستئصال الكلى اليمنى، ففعل العملية. الأطباء نسيج مختلف في الكلى، فذهبوا للشاب وقالوا له هل أنت تؤمن بستر الله؟ فقال نعم. ماذا هناك أيضا؟ فقالوا له أن الله سبحانه وتعالى سترك بهذه الحادثة لأن هناك وجدنا نسيج مختلف، وهذا النسيج أخذناه وحللناه ووجدنا أنه سرطان، نوع من السرطان لن يظهر إلا إذا سرى في جسمك كاملا وبعد ذلك سيؤدي إلى الوفاة. فلولا ستر الله بهذه الحادثة أو بهذه المرحلة المظلمة. من هاتين القصتين أن لولا الحياة المظلمة التي عاشها الشاب أو نعيشها في حياتنا لما وجدنا حياة أفضل فيما بعد، لذلك لابد أن نحمد الله ونشكره على ما يقدمه لنا والاختيارات التي يختارها لنا. علينا أن ندعو الله دائما بالستر والصحة والعافية، وكذلك نرى أن الستر ليس في الصحة فقط ولكن في الأولاد، في حفظ الوالدين، في حفظ النعم الكثيرة التي أعطاك إياها الله، وكذلك حفظ النفس وحفظ كل شيء لديك. فلا بد أن نحفظ هذه النعم ونشكر الله دائما عليها وندعوه بالستر دائما. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوني من دعائكم وأيضا مشاركة الفيديو مع زملائكم ومن يشعر بضيق الحياة لحياة أفضل. أراكم في لايف كوتش جديد، فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.